متابعينا الحلوين، بهذا الفيديو زادت عندنا 3 هدايا لان اكو اشخاص فازوا بس ما مطبقين الشروط. بس راح نسوي عن طريق القراءة الالكترونية، راح نختار 3 فائزين وان شاء الله انتم تكونون من ضمنهم. تمام، تدللون علينا، كملوا الفيديو النهاية وراح تشوفون نفسكم ان شاء الله رابحين. بنتي راح تسمعيني، بنتي راح تسمعيني، ترضين باحمد محمد عبد الله زوج على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مهر مقدم 10 ملايين ومؤخر 10 ملايين ولا يقرب الاجلين موت الفراق، توكلين والدك على مهر. مبروك عليك، شايفه لك مبارك عليك، مبارك عليك. هاي شكله والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالجنه وخلف العالمين من كل ويسر، فقال قولا كريما تعظيما لامر نبينا وتكريما لنا وتكريما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول الحق تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، 10 ملايين ومؤخره 10 ملايين ولأقرب الأجلين الموت والفراق، والله على ما نقول شهيد، والله على ما نقول شهيد. بخير عليكم. ماكو ولا خوارق عمودي الغالي، شايفين لك حبيبي، ربي يتم لك على الخير. يوم السند ان شاء الله حبيبي وانا حاضر اكيد. يوم الخالق، يوم الخالق عمر، لا خالق يا معكر، يوم عرس خوارق ذولي السند يا حسن ما شاء الله. حجي فما حجي؟ لا ما حجي ينتظر غير شيء، ينتظر الاكبر. انا ما بس شو تريد انت؟ شو تريد؟ صورة لابنك. شو تسوي؟ اريد تعال من البيت تشوف. لا اريد صورة. تعال اسم شيخ صورة. واحد لا يصير. اصدقائي هسه مثل ما شفتوا هاي عاداتنا وهاي تقاليدنا بالخطوبة، من واحد يروح يخطب يجيب شيخ يروح يحضر وياه، يجون القرايب يجون العمام الخوال. ابو البنية يا ابي زوجتك بنتي حاضر هالقد غايب هالقد، وهاي التفاصيل كلها. وكل واحد له عاداته وتقاليده، شكل كل دوله شكل كل عالم شكل. فاحنا هاي نفس ما شفتوا الشيخ ابو حارث نفسه اللي عقد لي بالخطوبه مالتي. شكرا عمو ابو حارث. وشنو بعد؟ كم الفيديو النهائي؟ شوف شو راح يكمل الفيديو ما اعرف. يلا خليكم وياي، رايحين البيت العريس، وهذا خال العريس هنا. خال العريس منور عيني. هاي تيشيرتك من اي دوله؟ من امريكا. هذا من تركيا. اكيد من تركيا؟ اي نعم. بس هذا متحلف عليه صدق. اليوم شنو انه بهذاك الفيديو ما كملنا، بقى 3 هدايا ما طلعنا. او كملناهن بس اكو 3 اشخاص ما مطبقين الشروط مال المسابقه، فللاسف ما ربحوا ويانا لان هم ما مطبقين شروط المسابقه. فشنو هسه وقت 3 هدايا ايش راح نسوي؟ عن طريق البرنامج الالكتروني احنا ما كنا نعرفه، فهسه عن طريق البرنامج راح نختار 3 فائزين. تمام، راح نختار 3 فائزين ان شاء الله، نسوي القرعه قدامكم ومثل ما راح يشوفون وان شاء الله يطلعون انتم احد الرابحين. وهذا الفيديو تكملة الفيديو، كانت مناسبة عندنا وعاداتنا والتقاليد وعادات التقاليد شلون بيوم الخطوبة ان شاء الله. فكل اللي يريده من عندكم فقط تدعمونا اكثر وتنتظرون المسابقة اللي راح تنزل بالقريب العاجل ان شاء الله، وان شاء الله تكونوا من الرابحين. شدوا حيلكم على المسابقة الجاية، ونعتذر عن الاشخاص اللي مطبقين الشروط بس ما مطبقين الشروط بس هم فايزين، هم فازوا يعني بس كانوا ما مطبقين الشروط وما عندهم سكرينات للشروط. اهم شغلة بانه تحتفظون بالسكرينات مال الشروط. تمام،
ان شاء الله كل فايزين ويانا. هسه احنا وياكم راح اصور بالتليفون البرنامج القرعه العشوائيه وان شاء الله تربحون انتم ويانا. شوفوا نطلع على التعليقات ومين راح تدوس بدايه وراح يطلع اختيار احد الفائزين. امي حياتي هاي تاريخ التعليق مالتها خلي اخذ سكرين 2/6 امي حياتي هذا الحساب ادخلي علينا وان شاء الله راح تفوزين ويانا بجائزه وتدلون علينا. هسه شو نسوي؟ اختار فائز اخر وهسه راح نختار ان شاء الله راح يفوز ويانا واحد مروه خضر فازت ويانا. انا ما عندي انستا فقط يوتيوب ان شاء الله توفيق يا رب. فازت ويانا المتسابقه الثانيه مروه خضر. مبروك مروه فزتي هاي تاريخ التعليق مالتك. هسه بعد لنا فائز ان شاء الله مين انت دوسي على مود من راح تفوزين ويانا. منو 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 لين هيرد طبقت الشروط التلي يوزر التلي هاي اليوزر مال التلي طبينا او احنا راح نراسلك ان شاء الله فزتي ويانا بالمسابقه. ومثل ما شفتوا هسه القرعه صارت ويانا الالكترونيه. كل ما تشتركون اكثر كل ما تعرفون اكثر كل ما تشتركون من غير حسابات فراح تزيد فرصه ربحكم ويانا. انتظرونا بمسابقات جديده ان شاء الله. شكرا على المتابعه وباي باي.